بقى الاول اخبارنا مع حضراتكم. ومباراه الاهلي اللي امبارح انتهت بالتعادل السلبي زي ما كلنا تابعنا طبعا امام الاتحاد السكندري اللي عشان يوصل هنا للنقطه بقى 72. طبعا احنا عايزين نقول ان كده كده يعني الاهلي محافظ على صداره المسابقه وكده كده برضو نقدر نقول ان درع الدوري في بيت الاهلاوي. والماتش صراحه يعني لو حضراتكم برضو تابعته كان مقفول دفاعيا الى حد كبير من قبل الاتحاد لجانب كمان بعض الاخطاء يا كريم التحكيمية اللي احنا مش هنتكلم فيها بصراحة هنسيبها هنا للمتخصصين هما اللي يحللوا بقى الكلام ده. بس برضو خلينا نرجع نقول ان الدوري اهلاوي ان شاء الله. ان شاء الله.